صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. من بعد جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والكلام عن تقديم تقارير لبنانية سياسية وأمنية في قمة باريس في الأسبوع المقبل من باريس ومن واشنطن، كيف يبدو المشهد اللبناني؟ هل فعلا نحن أمام تصعيد أمني في ظل العقم السياسي الذي برز في زيارة لودريان الأخيرة؟ هذا الموضوع بالإضافة إلى حديث الموفد الأمريكي المختص بملف الحدود أموس هوكستين الذي برز البارحة في الساعات الماضية والذي قال فيه أن هناك اتفاق بين لبنان وإسرائيل شبه جاهز وأنه ينتظر ساعة الصفر، وفي هناك بعض ملامح هذا الاتفاق المتعلق بتثبيت الحدود فيما يتعلق بالنقاط العالقة والأراضي المحتلة ووقف إطلاق النار. اليوم في هذه الحلقة أول شيء ضيفي بدي رحب فيك، أهلا وسهلا النائب جورج عايس عضو كتلة الجمهورية القوية. صباح الخير. صباح النور، أهلا فيك. بأول جزء من الحلقة رح أحكي أنا وياك سياسي، طالما شفتوا لودريان وأكدتوا معه على ضرورة على رفضكم لأي شكل من أشكال الحوار يترأسه الرئيس بري، وأيضا أنتم متهمين بجزء ما بأنه تعرقلون المسار الرئاسي، وبعد قليل هيك بعد ما نحكي شوية سياسة رح نستضيف دكتور محمد حمدان رئيس هيئة أبناء العرقوب يلي رح ينضم لنا باستوديو كمان ليكون في نقاش حول الحدود. اليوم نحن بمعضلة حقيقية ونقاش حقيقي، فريق لبناني بيقول مزارع شبعة وتلال كفر شبعة هي لبنانية ولبنان أثبت لبنانيتها، وأنتم بتقولوا لا، ناطرين من السوريين أنه ينبت بهذا الموضوع. بكل أحوال هذا للجزء الثاني. بداية أنتم في عندكم فرصة، أنا بدي أستعمل إذا بدك الجملة يلي استعملتها بولا يعقوبيان أنه الحق الكذاب عبيب الدار، أنا عم بستعمل الجملة تبعيتها. بس مبارح كمان شفنا الاشتراك اللي هو كمان فريق معكم، عم بقلكم أنتم عندكم فرصة تلحقوا هذا الفريق إلى مجلس النواب لتنتخبوا رئيس، ليه ما بدكم؟ يعني الحديث عن الانتخابات الرئاسية مفروض ناخد السياق من لحظة انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون، لأنه ما فينا نعزل لا سلوكيات الفرقاء ولا مواقفهم السابقة عن اللحظة الحاضرة. ماذا يعكس هذا الاتجاه العام؟ يعكس أولا أنه نحن من اللحظة الأولى كان عندنا مرشح اسمه ميشيل معوض، الفريق الثاني كان عنده مرشح مستتر ما أعلن عنه وكان يروح يصوت بورقة بيضاء. نعم. وكانت الانتخابات آنذاك تجري بين ميشيل معوض من جهة والورقة البيضاء من جهة، وما بينهما من ناس ما كان عندهم يعني خيار رئاسي، وهذا برأيي يعني انتقاص من الوكالة الشعبية المعطاة لهم، اللي من ضمن بنود هذه الوكالة الشعبية أنه ينتخبوا رئيس ويكون عندهم خيار سياسي واضح. يعني المواطن لا ينتخب النائب الفلاني لكي يذهب ويصوت بلبنان الجديد أو بشعار أو بكذا، أي له أنت بدك تنتخب رئيس، أنت بدك تكون عم بتمثلني. نعم. بانتظام عمل المؤسسات، هذا المعطى الأول. المعطى الثاني أنه كان في ناس عم تلتزم بروحية الدستور وعم تبقى موجودة بانتظار فتح الدورة الثانية من جلسة الانتخاب، وكان في فريق عم يخرج من القاعة ويعطل النصاب. طيب. وكان رئيس المجلس في كل مرة يقفل محضر هذه الجلسة لكي يبدأ بجلسة أخرى، مع أنه أيضا الدستور يعتبر أو يفترض أنه منذ لحظة الدعوة للانتخاب بتصير الدورات متتالية ولو لم تكن دغري مباشرة بنفس اليوم وبنفس اللحظة. كل هذه المعطيات تؤشر أنه الفريق الآخر كان غير جدي بمسألة الرئاسة، كان عم بيعطل انتظام عمل المؤسسات، وفي فريق آخر عكس تمام اللي هو فريقنا. ثم بمرحلة من المراحل وقت اللي دخلت اللجنة الخماسية على خط المساعي، جينا نحن انتقلنا من ترشيح ميشيل معوض إلى ترشيح جهاد الزعور الذي يعتبر شخصية أقل يعني ظهورا
بالموقف السياسي من ميشيل معوض، أقل انتماء بالموقف السياسي من ميشيل معوض، واعتبرنا أنه جهاد أزعور هو من الأشخاص الذين قد يشكلون إرادة لبنانية جامعة ومرشح توافقي. قبل معنا بهذا الأمر التيار الوطني الحر، ولكن الفريق الآخر بقي على موقفه، وصارت جلسة 14 حزيران 2023 الشهيرة. نعم. التي امتنع من بعدها رئيس مجلس النواب خارج أيضا العرف الدستوري والحكم الدستوري عن الدعوة إلى أي جلسة، مشترطا قبل الدعوة إلى أي جلسة عقد طاولة حوار لا منصوص عنها بالدستور، لا حصلت كعرف بأي مرة من المرات منذ الاستقلال حتى اليوم، وبذلك نكون قد كرسنا عرفا من خارج الأطر الدستورية أنه في كل مرة نريد أن ننتخب رئيس علينا أن نعقد طاولة حوار برئاسة شخص هو يعني رأس فريق معين من الفرقاء اللي عندهم نظرات مختلفة ومتباعدة بالموضوع. أنا عنده مرشح. كل هذه الأمور تدفعنا إلى القول أنه نحن لسنا ضد التشاور بين الفرقاء للوصول إلى خيار ثالث، إلى مرشح ثالث، شرط أن يتم سحب المرشحين اللي خاضوا معركة 14 حزيران الماضي، وأنه بدل ما تدعينا يا دولة الرئيس إلى حوار لسبعة أيام، تفضل ادعي إلى جلسة انتخاب تاخد مش سبعة أيام، تاخد 14 يوم وتاخد شهر، بس أنت بتكون عم تدعي وعم بتمارس صلاحياتك الدستورية اللي بتقلك ادعي إلى جلسة انتخاب ما تدعي إلى جلسة حوار، ونحن وبالجلسة بتكون نعمل تشاور بالمبنى الرئيسي للبرلمان بمكاتب النواب شو ما بتكون، نحن مستعدين لهذا التشاور، ما أقفلنا الباب وقت اللي مددنا لقائد الجيش، ما أقفلنا الباب وقعدنا ببيتنا وقت اللي دعيتنا لإصدار توصية من المجلس النيابي بموضوع النزوح السوري. فإذا ما حدا يتهمنا بالعرقلة وهيك وبيصد الأبواب بالعبث وبالمطلق، لا ملح فيهم يغيروا الواقع. الواقع أنه هن مصرين على مرشح واحد، هيدا رقم واحد. رقم اثنين عم بيحاولوا يضيعوا الشنكاش، وعم بيحاولوا يلعبوا على التعابير وعلى الألفاظ، لأنه هن فعليا بقرارة نفسهم وقرارهم السياسي ما بدهم ينتخبوا رئيس هلأ، بدهم يربطوا موضوع الرئاسة بغزة. طيب. وعم بيلعبوا بمصير لبنان، بوجوب أنه يكون عندنا رئيس اليوم هو يفاوض على الحدود اللي رح نحكي عنها بعد شوي. نعم. هو يكون عم بيدير ملف الأزمة السورية اللي هي أزمة مستقلة عن كل ما يجري، وهي الأخطر أنا برأيي حاليا. كل هيدا عم بيحاولوا يجازفوا بالمصلحة اللبنانية العليا من أجل تحصيل مكاسب. طيب. وقت لتحين طاولة المفاوضات الكبرى بهذه المنطقة. أوكي أنا معك، يعني إذا أنا هي بانوراما، بس أنا إذا بدي أمشي معك بهذه البانوراما، هن قالوا يعني حزب الله قالوا نحن مستعدين للذهاب إلى المناقشة ومنفتحين، الرئيس بالرئال أنه بدكم خيار ثالث بدنا نحكي فيه، نحن نفس الشيء، بس أنه ضمن الأطر الدستورية، لأنه هيدا الدستور يا بدكم تحترموه نحن نحترمه وكل اللبنانيين يحترموا أحكامه، يا خلاص خلينا نقول نحن بس أنتوا عم تحكموا عن نيات خارج الدستور. بس أنت أي يعني عم نحكم على أفعال يا جوزيف، حضرتك ما بعدك عم بشرح لك كل الواقع. سمعتك من سنة ونص لهلا، بس هلأ عم بتقول أنه هن رابطين، ما بدهم رئاسة الجمهورية، رابطينا بغزة. هن عم بيقولوا لكم لحتى إذا بدك ما يتهموا بهيدا التهمة، أنه نحن ما عنا مشكلة تنفوذ بحوار على شو؟ طب ما خلينا، انا عم بسالهم هلا سؤال، بدي افترض انه قوى المعارضه هلا في هذه اللحظه اجت قالت طيب اوكي بدنا قبلانين بالشكل بالحوار، شو مضمون هذا الحوار؟ في شي مره حدا طلع من فريق الممانعه وفريق الثنائي الشيعي شرح لنا فعليا عن شو بدنا نتحاور؟ طيب انت عم بتقلي مرشحك عن الرئاسة، مرشحك سليمان يعني فرنجية فيصل الصايغ زميلك النائب، نتحاور حول شو بالرئاسة؟ ما قلي لي انه يا اما بتتفقوا على خيار ثالث، يا اما بكون في لائحة من الاسماء بتروح بتنتخبوا عليها، وجاهز الرئيس بالرئاسة انه يعمل يدعي لجلسة بدورات متتالية. خلينا نروح، فاذا مازال هذه الامكانية قبلينا،
إمكانية أن نذهب إلى جلسة انتخاب بعدة أسماء وبعدة مرشحين. إذا مثل ما عم تتفضلي وعم تنقليلي عن لسان زميلي فيصل الصايغ وعن أي حتى الرئيس بري وعن أي جاهز ليعمل جلسة بدورات متتالية طيب إذا بعد أنتو بعد إذا التشاور إذا أنتو هذه الفرضية قابلينا سلفا أنه نحن قابلين نروح إلى جلسة يكون فيها عدة مرشحين طيب فلنذهب إليها الآن وأنتوا عم تعتبروا أنه قادرين تأمنوا لسليمان فرنجية بالدورات الثانية والثالثة والعشرة 65 أكثرية يا أخي نحن عم نقلكن قبلنا هذا الرهان وقبلنا هذا التحدي فليأتي سليمان فرنجية رئيس جمهورية ب 65 صوت بس وفق الآليات الدستورية طيب شو قالكن لودريان؟ وهلا عرفت لودريان سمعنا دكتور جعجع شو كان متفهم كان متفهم جدا الحساسية العالية جدا من قبلنا تجاه مخالفة الدستور وتجاه تكريس عرف ينسف أولا الأحكام الدستورية ثانيا الميثاق الوطني أنه نحن ننتخب رئيس مجلس نواب بدون أي جلبة بدون أي تأخير نسمي رئيس حكومة باستشارات نيابية ملزمة بدون أي خضة وبدون أي تأخير ولكن موقع رئاسة الجمهورية بكون تسمحوا لنا فيها أيضا هذا الموقع يجب أن يخضع للآليات الدستورية وفقط للآليات الدستورية وما تخلق أعراف جديدة قد تتوسع لاحقا ونمس بالتالي هذه الصيغة كان متفهم وأنت بتعرفي أنه فرنسا دولة يعني كتير تحترم الدستور وكتير عندها قيمة واعتبار لحرفية بس هو كمان كان متفهم للرئيس بري بموضوع التشاور اسألوا هلا هون بقول لك اسالوا بس هو بس يعني اجواء الرئيس بري بتقول انه كمان كان متفهم يعني مش عارفين هو يعني هل هو تحدث بلغتين انا عم بقول يعني هل هو تفهم التشاور تبع الرئيس بري وتفهم انه رفضكم للحوار انا في اكد لك انه نحن عندما طرحنا عليه نظرتنا اول شيء هواجسنا ليش نحن عم نرفض الحوار هذه الصيغه المبهمه نعم وشو بتخوفنا من الناحيه الدستوريه والناحيه الميثاقيه وقت اللي طرحنا انه نحن مش انه بنقول لك لا بدون ما نقدم اقتراح بديل، قدمنا اقتراح بديل انه خي انعوا الرئيس بري مش انعوا يعني هو الدستور مفروض يوجب عليه مش بحاجه لمساومات انه شرف ادعي الى جلسه انتخاب وتصير التشاور ويصير التشاور خلال هذه الجلسه فكان باكد لك مع انه المجالس بالامانات بس خليني اوضحها للراي العام وخلي الفرنسيين ينفوها انه كان متفهم جدا ومتعاطف جدا مع هذا الطرح مع هذه الهواجس ومع الاقتراح العملي اللي نحن قدمناه فلننتظر فلننتظر شو لحظه هو فل لودريان ويعني بين مزدوجين خائب للامل متحدث عن خطوره بالكيان السياسي للبنان هيدي عم بيقولها من فتره يعني انا تقريبا انه الفاتيكان بيقولها لودريان ونحن معنا بدك تنطر شو قصدك نحن معنا ادنى شك انه ما يهدد وجود لبنان ومصيره وكيانه ورسالته مش بس تاجيل الانتخابات الحرب التي تمزجنا فيها مع اسرائيل بالجنوب النزوح السوري يؤثر على الكيان الهجره الكبيرة نعم. جدا بصفوف شبابنا نتيجة طيب. الأزمات المتراكمة يهدد الكيان ف يعني صدقا منا ناطرين حدا يقلنا قديش وضعنا حرج عم تقول حدتك فلننتظر أنا بس بدي أعرف نحن في خماسية مش يعني لودريان منه هيك طرف معزول عم بيجي ومنتظر منه بلحظة وصوله أو بلحظة متغادرته في خماسية إنه يعني يجترح حل ونمشي فيه كلنا في مفاوضات عسيرة نحن عم نبدي موقفنا فيه في خماسية بدها تتابع في سفير فرنسا أيضا ممكن أن يتابع الاتصالات من ضمن هذه اللجنة الخماسية نحن تقدمنا بطرح وهذا الطرح نراه المتوافق أكثر مع الدستور لما بيشكل كسر للفريق الآخر اللي بيعطي القيمة لرئاسة المجلس النيابي لأنه نحن عم نقول أنه أنت المولج بهذه الدعوة مش عم ندعي أنت تفضل دعي إلى جلسة انتخاب ونحن قابلين للتشاور مع كل الأطراف تحت قبة البرلمان من ضمن جلسة
نيابية لانتخاب رئيس أوكي. بدورات متتالية. لا منكون عم نكسر الطرف الآخر واضح. لا عم نعطل يا جوزيفين وعم نحترم الدستور. طيب. غيرنا يعني بده يكسرنا ناطرين. غيرنا بده يخالف الدستور وغيرنا اللي عم بيعطل. أنتوا ناطرين جواب على هذا الطرح؟ نعم. ناطرين من مين؟ من الفرنساوية؟ أنه هنا بدنا يعملوا مسعى؟ بدنا جواب. نحن قدمنا اقتراح وهذا الاقتراح قالكن هو أنه رح يحمله رح ياخذ هذا الاقتراح ورح لأنه اعتبروا أنه هذا الطرح الأكثر جدارة بأن يتم التسويق له. طيب حكي عن وهو يشكل مخرجا من هذه الأزمة وهذا الجدل البيزنطي و نعم. وجنس الملائكة إنه حوار أو لا حوار. طيب نعم. كمان في نقاش إنه لودريان حكي قدام مجموعة من القوى السياسية عن الخيار الثالث ولكن قدام مجموعة تانية ما حكي عن الخيار الثالث. حكي معكم عن الخيار الثالث؟ هذه مسلمة. مسلمة. وثابتة بحديث لودريان وبطرحه مش من اليوم من أشهر عديدة نعم. إنه الخماسية تدعم الخيار الثالث وبفتكر البيان الأخير اللي صدر عن الخماسية نعم. قبل دعوة قبل مجيء لودريان ايه؟ هذا البيان شيلي بيان الدوحة اللي وقتها حكي عن المواصفات اللي نحن تبنيناها نعم. البيان الأخير حكي عن أمرين مهمين جدا مهلي وخيار ثالث. أولا أبدل مصطلح حوار بمصطلح تشاور وبمحدودية زمن هذا التشاور واثنين حكي عن الخيار الثالث نعم. فكل ما تقول به هذه الخماسية يتوافق بأجزاء كبيرة منه مع خطابنا. عندي سؤال قبل ما نفوت بفصل علينا ونستقبل دكتور محمد. هل تحدث لودريان عن خيار تصعيد أمني؟ يعني هل تحدث أنه هذه هي الفرصة الأخيرة لانتخاب رئيس في تموز وإلا لبنان مقبل على تصعيد أمني أو وإلا أنه نحن لن نستطيع أن نحمي لبنان من أي تصعيد أمني لأنه تاني نهار سيجورني وزير الخارجية لما استقبل وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب بباريس حكى أنه الدبلوماسية الفرنسية ستبقى مع لبنان لتجنب أي تصعيد أمني وإلى آخره. بدي أعرف اليوم نحن وين رايحين. شوفي ما في شك انه من 8 تشرين الاول 2023 وحتى اليوم كل يوم من 8 تشرين لليوم في حديث عن تصعيد وعن تنبيه لبنان من مخاطر الانزلاق الى الحرب ومن امكانيه اجتياح لبنان من قبل. هو لانه كل يوم صار القوى الاخرى تعتبره تهويل. انا بدي اعرف هل وصلنا الى ساعه الصفر ولا لا؟ 100% هلا بلكي انه هذا الحديث منه هلا وليد الساعه عم بينبهونا عنه من الأول ونحن بالمقابل كفريق سياسي عم ننبه أيضا أنه لبنان لا يريد الحرب وأنه لبنان يجب أن يحتكم إلى المظلة الدولية وللقرار الدولي منها 1701 وما يشير إليه هذا القرار الدولي من قرارات سابقة 1559-1680. ولكن لودريان هيدي يعني هذا رأيه قد يكون مصيب يا ملا عم بيجي يقول أنه يا أخوان من بعد نهاية تموز نعم في عاملين أساسيين ضد مصلحة لبنان اللي مفترض أن تنتج رئيس قبل هذا التاريخ. أولا العامل الأول هو عامل أمريكي لأنه أمريكا رح تدخل بزمن الانتخابات. العامل الثاني هو عامل ميداني أنه ينتظر أنه رفح وما يرافقها أن تنتهي تخلص بغضون أسابيع نعم. بشهر حزيران وتموز وأنه من بعد رفح تصلب وجنون وجموح نتنياهو إذا ما صار حل يعني يرضي الإسرائيليين العايشين بالمستعمرات الشمالية أنه اتفاق حدودي سيتجه إلى الحرب. الحرب يعني ما بيكون عنده خيار لأنه هو مزنوق شعبيا مزنوق قانونيا مزنوق دستوريا عنده مزنوق على جميع الأصعدة ودوليا نعم. وشبه معزول إذا نعم. بدك نتنياهو بلس في مذكرة توقيف معنويا مسيئة جدا لصورته صادرة عن المحكمة محكمة العدل محكمة الجزاء الدولية. فكل هذه الأمور قد تدفع إلى المغامرة لاجتياح لبنان. فهذا هو خطاب لودريان يتقاطع مع خطاب يعني دول عديدة ومراجع دولية عديدة أمريكي كمان إيه؟ ليزا جونسون نزلت على رئيس بري أنه بدأ الوقت يضيق عليكم شرفوا انتخبوا رئيس شرفوا مشوا بحل لمسألة الحرب الدائرة في جنوب لبنان نعم.
وإلا رايحين إلى الأسوأ. بدي أتوقف مفصل علينا، من بعد الفصل علينا نحن نحكي بملف الحدود، خصوصا أنه حضرتك كنت من الوفد اللبناني اللي زار واشنطن من فترة، وكمان سمعته حديث من هوكستين، وأيضا مبارح الحديث اللي قاله هو نفسه هوكستين بمقابلة أعتقد عن قصة اقتراب لبنان من الوصول إلى اتفاق حدودي. رح نستقبل بالمحور الثاني دكتور محمد حمدان، فصل قصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفين. أهلا وسهلا فيكم، أنا أبجو جائس كنت معنا بالمحور الأول حكينا سياسة، دكتور محمد حمدان رئيس هيئة أبناء العرقوب، بدي رحب فيك بهذا الجزء من هذه الحلقة، وبدي نناقش نحن وياكم موضوع الحدود. هلا لا شك بأنه من يومين كان أنا أب فيصل الصايغ ضيفي وتحدث بأنه كان في وفد لبناني بواشنطن وسمعوا من الإدارة الأمريكية وأموس هوكستين أنه في جزء من هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل صار شبه جاهز، ولكن لا تزال مسألة مزارع شبع وتيرة الكفر شبع عالقة، لأنه ما في اتفاق إذا كانت سورية أو لبنانية، هيدا بحسب إذا بدك الأمريكيين. أول شيء عندما احتلتها إسرائيل كانت سورية، كانت تخضع للسلطة السورية. ثانيا السوريين في الأمم المتحدة يتمسكون فيها على أنها سورية. ثالثا هي بحاجة لجلوس سوريا على الطاولة. أول شيء بدي بعرف دكتور محمد عندك شرح طويل رح نبلش معك، بس أنا بدي أسمع يعني الرأيين، ما بعرف إذا بيختلفوا عم يضحك جورج عائس يعني بعتقد هلا. يلا خلينا نسمعك أستاذ محمد. أول شيء تحية لك ولأستاذ جورج سعادة النائب ولكل المشاهدين. خلينا نعمل نوع من هيك شوي يعني نحط باكراوند للحديث عن موضوع حكينا فيه كثير بس نرجع صح. نحطه في نصابه. نحن طبعا نحكي عن مزارع شبع وقتل الكفر شوبا، المنطقة التي تقع على سفوح جبل الشيخ على الحدود الجنوبية الشرقية بين لبنان وسوريا وفلسطين، هذه أولا موقع الجغرافي. فهي تحاذي سوريا من جهة الجولان السوري المحتل، ويفصل بين لبنان وسوريا في هذه المنطقة جبل الشيخ. وعندما صدر قرار الجنرال غورو بإنشاء لبنان الكبير، القرار 318 فوقتها قال انه الحدود شو هي يعني بشكل عام، ورجعوا حطوا الخرائط على اساس جبل الشيخ يعني قمم الجبال هي التي تفصل المجرى الغربي بيكون لبناني والشرقي بيكون سوري، وانحدارا وصولا حتى اخر مجرى نهر العسل وادي العسل في اسفل يعني في اخر حدود مزارع شبع. وهذه الخريطه نحن عملناها كبرناها عن الخارطة اللبنانية بتحدد هل يعني اخذين الحدود اللبنانية رسميا بس مكبرين الجزء اللي بيخص المزارع حتى نقدر نحطها. فهذه الحدود الدولية بتبين هذه المنطقة تماما وصولا حتى بانياس يعني غرب بانياس بمنطقة اسمها درجة الحمراء مذكورة بالنقاط التي كان يتم وضعها بين لبنان وسوريا. إذن هيدا بالمبدأ العام، وصار في خرائط وكذا هلأ نأتي عليهم، نأتي على الدراسات التي تحدثت عن هذا الأمر. وأنا هون بدي استعين يعني بكاتبة لبنانية سيدة محترمة اسمها ماري غنطوس، عملت كتاب عن الموضوع من وجهة نظر القانون الدولي، أكيد بيعرفها الأستاذ جورج محامية. فلذلك حاب استعين بفقرة حول هالموضوع لما نوصل لعنده. فإذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بمسألة سوريا ولبنان وإنه شو قالوا وشو عم بيقولوا الأمريكان، الحقيقة هذا الموضوع انطرح يعني له شقين. الشق الأول هو التخلي الرسمي اللبناني عن إنه يقوم بدوره. بعام 67 لبنان لم يكن طرفا رسميا في الحرب عندما شنت الحرب
يعني أو حصلت الحرب حرب لأم الست، ما كان لبنان مشارك بشكل رسمي، ولا كان فيه لا مقاومة فلسطينية ولا مقاومة، ما كان في أحد. فإسرائيل عندما انتهت الحرب بين لبنان بين إسرائيل وسوريا ومصر، يعني بعد 12 حزيران ابتداء من 15 حزيران بدأت بالاحتلال التدريجي لمزارع شبعة، ولم تكن مزارع شبعة عكس الكلام اللي عم يقولوا اللي تفضلتي فيه، نعم. لم تكن تحت السيادة السورية، ولا كان فيها مواقع سورية ولا كان شيء، لكنها كانت أرض لبنانية، والدولة اللبنانية ما عندها القدرات حتى تحمي كل الحدود أو كذا، وبدأ التهجير التدريجي والقدم التدريجي من 15 حزيران 67 وصولا إلى 1972 عندما وضعت السياج الشائك حول معظم مزارع شبعة. والدليل الآخر أنه ما له علاقة بالحرب أنه عام 1985 المركز الإسرائيلي اللي اسمه رادار على رأس جبل الشيخ بوجب بلدتنا شبعة اللي بتشوفوه على التلفزيون، أنشأت إسرائيل عام 1985. شو له علاقة بالحرب كان؟ بعام 1989 احتلت مزرعة جديدة أقاموها لأهالي خارج السياج بالتسعة، يعني بعد ما احتلت بعض الأهالي اللي كانوا داخل المزارع عندهم أراضي خارج المزارع بمزرعة اسمها بسترة، منطقة بسترة، فأقاموا حوالي 60 منزل وعملوا يعني مزارع لقلون وزراعات. إسرائيل بعام 89 جاءت ووسعت السياج وضمت هذه المنطقة وطردت الأهل. إذن إسرائيل مش ناطرة أنه بحرب أو بغير حرب، إذا سوري ولا لبناني، في أطماع عندها بمناطق تعتبرها استراتيجية، لا لا عم تتصرف على أساسها. هذا المنطق الأول. المنطق الثاني تغطية للموقف الإسرائيلي، بيجي عندنا الموقف الأمريكي، موقف بعض المندوبين الدوليين اللي بيكونوا أصدقاء لإسرائيل، بيكون معهم يعني بدهم يمشوا وجهة النظر الأمريكية الإسرائيلية، بيعملوا أشياء. ضعفنا نحن كدولة لبنانية ودبلوماسية لبنانية في الدفاع عن قضيتنا وفي مواجهة هذه الأمور واتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب بيؤدي إلى هذه البلبلة. هلأ عم تقولي لي أنه سوريا عم بيقولوا عن لسان سوريا، نعم. أنه قالت أنه لا صح. طب أنا هل عم بيقولوا عن لسان السوريين سوريا أنه السوريين أنه السوريين قالوا لهم أنه نحن مش متخليين عن مزارع. عن لسان سوريا بتاريخ يعني بس حبعطيك مثل واحد، شو بدك بكل الباقي؟ انه المحاضر المشتركة اللبنانية السورية ما حنأكد ما حنحكي فيها. بتاريخ 24/10/2000 ارجعوا للأمم المتحدة للأرشيف تبعهم، قدم المندوب السوري في الأمم المتحدة ميخائيل وهبة رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة يقول فيها بأن مزارع الشبع اللبنانية، هذه مش أنا إلا ألبير فرحات بجريدة النهار ب20/3/2005 بدير أصل له عن الموضوع. لذلك هذه في مرجع للأمم المتحدة قدم كتاب رسمي باسم الحكومة السورية، نعم، هذا أول يقول فيه بأنه مزارع الشبع ليست سورية، لبنانية لبنانية. اثنين، كوفي أنا نعم أمين عام الأمم المتحدة قدم تقرير لمجلس الأمن عام 2000 ب16 أو 17 حزيران بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، نعم. قدم إحاطة لمجلس الأمن، قدم تقرير لمجلس الأمن. بهالتقرير شو بيقول؟ بيقول أبلغني حكي عن قصة مزارع شبعة لبنان، قدم وثائق وفي خرائط عنا مضبوطة مقدمة لبنان فيها مزارع شبعة، في خرائط ما فيها مزارع، حكي كل هالمقدمة. وآخر شيء قال أبلغني وزير خارجية سوريا رسميا بأن مزارع شبعة هي أراضي لبنانية وتخضع للسيادة اللبنانية وليست سورية. هذا بتقريره الرسمي كوفي أنان، نعم. أمين عام الأمم المتحدة. طيب هذا موقف يعتبر وثيقة رسمية لما بحطه أمين عام الأمم المتحدة نقلا عن وزير خارجي. طيب رئيس سوريا بشار الأسد بحديث لصحيفة نيويورك تايمز بواحد كانون الأول عام 2003 بيقول، كان عم يحكوا عن مسألة استئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل من حيث توقفت أيام رابين حافظ الأسد، عم يحكوا عن هذا الموضوع عاملين معه حديث،
على هام يعني بآخر الحديث أو مرأت بمحل تم سؤاله عن مزارع شبعة، وكان طبعا تعرفي يعني الحوار شغال على الموضوع والحديث. رده كان قال لهم حول المزاعم الإسرائيلية عن عدم لبنانية مزارع شبعة أقول إنها جزء داخل لبنان، يقولون إنه سوري ونقول لا إنه لبناني لا سوري. طيب هذا موقف رسمي على نيويورك تايمز، مش نعم. مش بي يعني بإيدي لبنانية أو سورية. إذا الموقف السوري أنا بأخده من هون، ما بأخذ شو بيقول فلان. ونرجع بناخد كمان تأكيدا لهالموقف شي اللي قاله فاروق الشرع نائب الرئيس بكتابه بمذكراته، انه شو عرض عليه تيري لارسن نعم. وقال له قولوا وهذه محطة مع الجولان وبتصير سوري وكذا، قال له شكرا على هذه الهدية لكن هذه هي اراضي لبنانية، وذكرها بكتابه الرجل وموجودة. اذا هون صرنا عم نحكي بهذا الشق، يعني هالموضوع هذا انتهينا منه. يعني الموقف السوري انا ليش بدي بيعرف الاستاذ جورج، اذا انا حضرتك عندك شقة جيتي لعند الأستاذ جورج قاضي وتشكى حدا عليك انه هالشقة مش لك، اول شيء شو بده يقول له؟ بده يقول له شو معك اثبات فيها؟ نعم للي بتشكي، او انت اذا بدك تثبتي هذا بيقول لك وين اثباتاتك؟ جيبي اثباتات، ان كان بالقانون المحلي الوطني او حتى بالقانون الدولي. اذا لبنان قال هلا انه له حجرتين بقبرص بيقولوا له ايه هيدي لا لك، ولا بيقولوا له خي شو اثباتك انه هون؟ اذا في يعني الشعار البين على المدعي هي تنطبق في كل المحلات حتى في القانون الدولي، انه نحن ما بدنا نقول شيء، نحن بدنا نسب. بعدين انا قلت على التلفزيون السوري الفضائي السوري اخذوني من هون حول هالموضوع، قلت لهم قال ليش انتم ما بتطلبوا من سوريا وثيقه؟ قلت لهم نحن ما بدنا نعطيكم هاي الورقه لحتى تصير رقبتنا بايدكم، حتى لما تزعلوا منا تبطلوا تعطونا اياها، ولما ترضوا علينا تعطوا. انا ليه ما بتطلبوا من سوريا شو وثيقه؟ قال ليش ما بتطلبوا، يعني كان السؤال وقتها ايه؟ انه طالما القصه انه في جدل ليش ما بتطلبوا من سوريا تعطيكم وثيقه؟ قلت ليه بدي اطلب منا وليه بدي احط رقبتي تحت ايدكم؟ يعني هيك كان مش بس بقصد انه كل هذه التصاريح الرسميه عن السوريين ليه ما بيتمثلوا بوثيقه رسميه عن الدوله السوريه بالوثيقه؟ شو وثيقه شو؟ لانه بين الدول حدود لبنان. خلينا نسمع بس اكمل لك حدود لبنان من مزارع شبعه من عند درجه الحمراء نقطه، اخر نقطه صارت ب 38 باتفاقية الترسيم بين لبنان وفلسطين باتفاقية نيو كامب ولا 38 عند النقطة 39 لغاية النهر الكبير، هي حدود لبنان مع سوريا غير مرسمة رسميا كلها بالكامل، ولا لأنه الحدود لما بدك تحكي أنت بوثيقة يعني بدك تحكي باتفاق ترسيم موقع من قبل دولتين مرافق له بيترافق معه رسم خريطة وقع عليها الطرفين ومصدقين عليها البرلمانات وتودع عند الأمم المتحدة. مش تيري لورد لارسن بيجي هو بحدد لي انه لبنانية ولا سورية، نعم. ما شغلته هو بالأمم المتحدة يجي يقول شو طيب. هي استاذ جورج عائس، في سجال لبناني حول هذا الموضوع؟ انه بعتقد انا بعتقد لانه هلا يمكن تفاجئنا بموقفك، هيك كنت عم بتقول بالبريك انه موقف القوات اللبنانية هو متميز بعض الشيء، لأنه أنتوا بتطلبوا أنه إثبات هذه الأراضي على أنها لبنانية أو إثبات سوري. فيك تشرح لي شوي موقفكم؟ بدك تعطيني وقت قد يمتد إلى ساعات المساء فقادر لأنه أيضا موضوع فعلا هو بالحقيقة فعلا موقف يعني مش كتير واضح. أنا خليني بلش أقول أنه موافق مع العرض التاريخي والواقعي والمادي للدكتور محمد بنسبة 99.99%. هذه المزارع هي مزارع لبنانية. شبعة ومزارع شبعة هن وحدة إدارية عقارية. وعقارية واحد. وقانونية وجغرافية واحدة. خليني بلش من هون، قول لهم بس برا ما يقوصوا على هذا الموقف لانه هلا بيقوصوا الشباب. خليني بلش لحظه انه قصدك فرحان يعني ايه فرحان. مزارع شبعه لبنانيه وانت بتحكي
بترسيم حدود وهمية بين دول، وقت يكون في صحراء، وقت يكون في محيط بيناتهم، بس وقت يكون في ناس وشعب عايش بأرض معينة، أول شيء في رأي لهؤلاء الناس، أهالي مزارع شبعة وأهالي شبعة لبنانية ومصرين على لبنانيتهم. نعم. ووقت اللي عرض عليهم أن يكونوا سوريين رفضوا، قالوا نحن لبنانية ما بدنا نكون سوريين. فإذن هذه المزارع بنظرنا لبنانية، ولكن أيضا مما لا شك فيه هالقد أنه هيدا البلد الضعيف اللي اسمه لبنان في مطامع إسرائيلية فيه وفي مطامع سورية فيه. إسرائيل بتعتبره أرض مستباحة بسبب هشاشته، عنده أطماع ببتروله، عنده أطماع بميته، عنده أطماع بكل شيء فيه. وسوريا من أول مقام لبنان الكبير، يعني قبل ما يجوا بيت الأسد على الحكم كان في خلافات دائما، وكان في قطع حدود. ونذكر كتير منيح بالتاريخ، اللي بيقروا تاريخ، المشكلة الكبير اللي صار بين الرئيس بشار القوري والأوتلي آنذاك رئيس جمهورية سوريا، وفاتوا على لبنان واعتبروه محافظة سورية مش هيك؟ وما ظهروا بال2005 إلا نتيجة زلزال كبير داخلي ولحظة مؤاتية دولية خارجية. نعم، خرجوا من لبنان 2005. طيب، فإذن هذه المطامع من جهة إسرائيل ومن جهة سوريا ثابتة وتدل على أنه اثنينهم عم يتنازعوا مزارع شبع. هلأ في ثلاث محطات تاريخية، خليني اختصرهم هيك، بيأكدوا على أنه هذه المزارع لبنانية. أولا صار في ترسيم عقاري بين قاضي عقاري لبناني وقاضي عقاري سوري بعشرينات القرن الماضي، وهذا اتفاق، يعني هذا القاضي العقاري اللبناني ينطق باسم الجمهورية اللبنانية والقاضي العقاري السوري باسم الجمهورية السورية. صح. قالوا آنذاك رفيق غزاوي وعدنان الخطيب، وعدنان الخطيب قالوا آنذاك يا سيدتي انه مزارع شبعة لبنانية. هذا واحد. اثنين، سنة 49 وقت اللي عملنا اتفاق الهدنة مع اسرائيل، كان رئيس الوفد المفاوض ضابط اسمه ميشيل فريفير مش هيك؟ وقت استطاع هذا الضابط الوطني انه يعتبر خط الهدنة هو نفسه الخط المعترف فيه دوليا، خلافا للي صار مع مصر ومع الاردن ومع سوريا، درنا آنذاك شوف قد كنا اقوى اول ما نشأت هذه الدولة من حالتنا الحالية، وثبتت ايضا مزارع شبعة على انها لبنانية ضمن هذا الخط. لكن وقتها نحكي بخط ازرق ولا بي 1 ولا نتخلى عن سيادتنا تحت شعار وعلم المقاومة، تخلينا عن الخط 29 ما هيك؟ ما يزيدوا علينا. ثالث امر وثالث محطة تاريخية، سنة 2005 ما بعرف اكيد حضرتك بتعرف دكتور، نعمل لجنة لبنانية قوامة الوزير الراحل الله يرحمه الشهيد محمد شطح، دكتور عصام خليفة، دكتور شفيق المصري والمحامي ميشيل طويني، أيضا توصلت إلى مش بس إثبات لبنانية مزارع شبعة، انتبهوا أنه في ضيعة أو منطقة اسمها نخيلة مليونين متر مربع هي أيضا لبنانية. نعم، هيدي الشباب ما بيجيبوا سيرتها، ليش ما بعرف. طيب ليه؟ لا لا، نخيلة هي بلا. مش هو مش هو مش انت مش, مش, مش هو مش قصد عنك. خليني كمل عن اذنك. انا خلي موجود، يعني خليني كمل. طيب، سوريا مثل ما قال، اذا بتراجعي تصاريح القياده السوريه من 2000 ل 2005 بالتصاريح مزارع شبعة لبنانية. ليش؟ لانه وقت اللي مصلحتهم السياسيه تقضي ان تكون مزارع شبعة لبنانية، ما عندهم اي وازع. هذه القياده اللي عملته بشعبها وبالشعب اللبناني اكيد ما عندها وازع تقول مزارع شبعة لبنانية. ليش؟ تتقول انه هون بعد في خلاف بين لبنان واسرائيل، وانه هذا يبرر وجود سلاح حزب الله. ولكن التصاريح يا دكتور، انا هون بتميز عنك بالموقف ويمكن توافقني، التصاريح الشفهيه شيء والوثائق الموقعه من سوريا شيء اخر. واهم هذه الوثائق مثل ما قال دكتور محمد انه سنه 67 وقت اللي صار في حرب حزيران خمسة ايام، وبعثوا الاندوف على الجولان ما هيك؟ بتبادل الخرائط السوريين بعثوا خريطه بتقول انه مزارع شبعه اراضي
سوريا. سوريا. طيب نحن شو كل اللي عم نقوله أمرين. نحن كقوة لبنانية عم برجع بأكد لك المرة الألف نعتبر مزارع شبع لبنانية ولا نتخلى عن ناس عم بيقولوا نحن لبنانيين، هذا واجبنا الوطني، ولكن في تقصير فادح من الحكومة اللبنانية الحكومات المتعاقبة انه شرفوا كونه ملف بكل هاللي عم نحكيه دكتور محمد الدكتور عصام خليفة كل اللي عم بيأكدوا على انه مزارع شبع لبنانية شرفوا يا دولة لبنانية اعملي ملف وارسليه للأمم المتحدة وحاربي من أجل إعلان مزارع شبع لبنانية، مع الإشارة إلى أنه شو دور الأمم المتحدة؟ مش هي بترسم الحدود، الأمم المتحدة تأخذ علما باتفاقات الدول على حدودها وتحفظها، ما هيك؟ وإذا صار في نزاع على الحدود في انستانس انترناسيونال جوديسير، يعني في محكمة هي اللي تفصل بالنزاعات صحيح. الحدودية كما صار بعدد كبير من الدول. من سوريا شو المطلوب؟ إذا فعلا أنتوا بسوريا تصاريحكم تعكس نيتكم تجاه مزارع شبعة شرفوا عدلوا خرائطكم وعدلوا الوثائق اللي أرسلناها منشان هيك عم اللي أرسلتوها إلى الأمم المتحدة صح. نحن اللي عم نقوله واللي قالوا كمان صحيح بمقابلته مع تلفزيون سوري نحن يعني مش ناطرين وثيقة جديدة من سوريا تتصدق علينا بمزارع شبعة وهيك وتعطينا إياها منحة أو هبة أو كبر نفس إنه هيدي مزارع لبنانية، لا هي لبنانية، هي لبنانية بس شرفوا أنتو أزيلوا الالتباس اللي عم تعطوه للأمم المتحدة إنه ساعة بالتصريح بتقولوا هذه أرض لبنانية وبالفعل وبالوثائق اللي محفوظة أيضا بالأمم المتحدة عم بتأكدوا أنه هيدي أراضي لألكم أنه هي أراضي سورية. فأذن مطلوب بكل وضوح موقف رسمي جامع من لبنان رسمي من الحكومة وتقديم ملف متكامل للأمم المتحدة، ومطلوب من سوريا أن تزيل هذا الالتباس بالمواقف وهذه الرمادية بالمواقف وتقول مظبوط هذه التصاريح اللي أنا عم بقولها تعكس حقيقة الواقع وكل ما قدمته عبر السنوات والعقود سابقا من مؤشرات تدل على أنه نعتبر هذه الأرض سورية نتراجع عنها ونؤكد على أنها لبنانية. مش مؤشرات وثائق. وثائق. بس بدي في بس كم يعني كم نقطة بدي أشير لهم. أولا اللجنة اللي تفضل الحكي فيها شوفين احنا لجنة عصام خليفة دكتور عصام خليفة والوزير محمد فتح مقدمين نحن مقدمين يعني مذكرة مطالبين فيها بتشكيل لجنة آخر شيء تسمت بالآخر اللجنة الوطنية لمتابعة قضية الأراضي اللبنانية المحتلة، كلها كنا عم نقدم نحن حول مزارع شبعة والمنطقة عنا، فقام قالوا لنا لا خلينا نوسعها، شوفي من أمتى؟ من 21/4/2005 مذكرة للرئيس نجيب ميقاتي، ب 20/7/2005 مذكرة للرئيس فؤاد السنيورة. الرئيس فؤاد السنيورة من كتر ما لح عليه الوزير فوزي صلوخ وزير الخارجية، نحن عم نسلم وزير الخارجية كونه هو المعني بالموضوع، شو كانت الفكرة؟ من كتر ما لح عليه شكل اللجنة اللي تفضل حكي عنها ومعي خبر اتصلوا في الشباب هني زملائي اتصلوا وعطيناهم كل الوثائق، لكن هذه اللجنة مش هذا كان المطلوب. اللجنة حطت تقرير مشكورة ما مشكلتها هي يعني عملت الأولى عملينا تقرير عملت تقرير نحن مطلبنا ما هيك كان. وب10/7/2008 قدمنا مذكرة أيضا من جديد حول هالموضوع، ب15/2/2016 قدمنا مذكرة لوزير الخارجية كان وقتها جبران بسهيل، وب6/7/2018 قدمنا مذكرة لرئيس الجمهورية. شو المطلوب؟ ليش عم نعمل هون؟ عم نقول يا عمي نحن في التباس حول الموقف اللي تفضل حكي عنه. أنا بدي ما أطلب من سوريا، أنا بس بتميز عنه ما بدي أقول بختلف لأنه موقفه هلأ يعني متقدم تعتبره متقدم موقف متقدم متقدم هني عم بيقول هذا موقف من زمان خليني أقول واضح خليني أقول متواضع واضح نحن ما بدنا ما بدنا نتنازل عن أرض لبنانية بس تنقول أنه حزب الله موقفه غلط. نحن برضو نحن هذه المزارع بنظرنا لبنانية بس عم نقول
إذا قدرنا نثبت هذا الأمر بشكل قاطع أمام الأمم المتحدة، إسرائيل ليش عم محتلة مزارع شبعان؟ شو عم بتقول؟ ليش قالت أنا بالألفين بنسحب من هذه الأراضي باستثناء مزارع شبعان؟ لأنه عم تقول إنه هذه أراضي مش لبنانية، هي عم تستعمل هذا الموقف السوري الملتبس لتبرير استمرار احتلالها. الهدنة أنا عم بقول لك بدي إياها. أنا عشان نقطة هول شو خص سوريا فيهم. أنا عم بقول لك. لا الموقف الإسرائيلي موضوع تاني، هي بتفتش على حجاج ما إيش بدي فيه. بهاي الحجة أنا علي إني ألغي لها هذه. بس أنا خليني أوضح شو القصة. هاي اللجنة اللي نحن الإصرار عليها بهذا الوقت 15 سنة ونحن عم نقدم، شو عم نقول؟ اللجنة هاي تكون برئاسة وزير الخارجية. نعم. أو رئيس الوزارة اللي بتكون إياه. أنا عم بقول إنه على لبنان أن يقدم هذه اللجنة. لا هذه، لا هاللجنة هاي قلنا نحن لو هاي اللجنة موجودة ما كان صار في مشكل بقصة ترسيم البحري والجدل. ليه عم نقول هذه بتتولى هي بيكون فيها، نحن قلنا خيي نعطيكم مندوب تطوعا من عنا كأصحاب حقوق، نحن أصحاب حقوق معنا هذا الملف اللي سلمته، هذا وثائق ملكية لأبناء شبعة بالمزارع. في عنا نحن حسب الخرائط معنا 200 كيلو متر مربع هو الأملاك لأبناء شبعة. لذلك وكفر شوبة، لذلك نحن منقدم مندوب عنا ومنقدم لكم محامي تطوعا. وشكله هذه اللجنة من ذوي اختصاص وزارات متعددة، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع بيكون الجيش الشؤون الجغرافية غيره، وزارة الداخلية إلى آخره. اعملوا اللجنة برئاسة وزير خارجية تدرس الملف وتكون هي تتابع الملف الأمم المتحدة. قصدك كرمال لبنان يقدم وثيقة مشان يشيل الالتباس الأمم المتحدة؟ بس عفوا خليك معي، اسمح لي بس انهي فكرتي إذا سمحت. هلا عم ندخل الناس بتقنيات. لا لا مش هيك. أنا بدي أنا عم بقول إنه عم بوافق. أعطيني دقيقة ورجعي كملي معه. عم بقول إنه على لبنان. رجعي كملي معه لآخر الحلقة، أعطيني هدية. أنا عم بقول لك في فريق سياسي عملنا هيدا العرض ومتفقين عليه، مش هيك؟ بالقانون وبالمبدأ وبالقانون الدولي وبالدستور وبالتاريخ وبالوثائق متفقين 100%. في فريق سياسي اليوم بلبنان عم بيقول أنا ما بسلم سلاحي طالما في أرض لبنانية محتلة من إسرائيل و جزء من هذه الأرض اسمها مزارع شبعة. أنا عم بقول خليني ثبت هذه الأرض إنه أرض لبنانية. نعم. أوكي. وينقال من قبل الأمم المتحدة إنه هذه الأرض لبنانية لإسرائيل وتنسحب منها وفقا للاتفاق الحدود المقبل. الاتفاق الحدود المقبل. وأنا بدي أقول أكثر من هيك. دخليك بثمانية تشرين الأول ما أطلقنا حملة الإسناد والمشاغلة. نعم. ما كانت فرصة لتحرروا هذه الأرض، لا ما حربتوها. ما هلأ هنا عم بيقولوا أنه هذه حرب الإسناد هي لغزة وهي أيضا لاتفاق لا أسندتوا غزة دمرت غزة دمر الجنوب اللبناني وما حررتوا مزارع شبعة. بعد الحرب ماشي أستاذ جورج، بعد الحرب ماشي، كيف بدهم يحرروا؟ ما شو عملوا؟ يعني بقصد أنه اليوم أي اتفاق خلصونا ذرائع هذه الأرض اللبنانية، ما بقى حدا يزيد علينا. طيب. بالموضوع في طريق لتثبيت لبنانيتها عبر الأمم المتحدة وبتخلص القصة هون، وساعتها بتبلش الحرب الدبلوماسية بترسيم الحدود لاستعادة وتثبيت بشكل نهائي للمئة سنة الجاية انه هذه الارض هي ارض لبنان. انتو عم تعتبروا انه هذه الارض ممكن ان تستخدم لاحقا كشماعة؟ هي الان واضح من الالفين هي شماعة انه بين السوريين واللبنانيين كرمال سلاح حزب الله. طيب استاذ محمد تفضل. انا كنت عم بقول هاللجنة هاي شغلتها تروح على الأمم المتحدة وعلى كل العالم وين في التباس، بتشوف شو هي الوسيلة لإزالة الالتباس. مطلوب خريطة بنعمل خريطة، مطلوب اتفاق جديد بنعمل اتفاق جديد إلى آخره. يعني بيكون في جهة مسؤولة في الدولة اللبنانية اللي تابعت هذا الملف. هلأ النقطة الثانية أنا بس بدي أوضح له للأستاذ جورج انه المقاوم بلبنان وحزب الله قال اكثر من مره مش قصه مزارع شبعة. اذا كان هذه يعني مش الحجه هي او السلاح المقاومه هو للدفاع عن لبنان في وجه الاعتداءات الاسرائيليه، اذا يعني ما نحط مزارع شبعة هي بس الموضوع. النقطه الثالثه ولتحرير اخر مضطهد على وجه الارض. الثالث نقطه اللي بدي اقولها
انه الموضوع يعني موضوع نحن الموقف السياسي خلينا نطلع من الموضوع طلبناها اكثر من مره وهلا عمال بيحكي فيها ممتاز وبتمنى عليه انه كل زملائه بالقوات لانه زملائه يعني بالقوات بيقولوا غير شيء هلا لا اسمعنا اسمعنا ولا مره لا بنقول انه هذه الارض سوريه خليني لا خليني اقرا له بيكون موقفنا مناقض خليني اقول شغله انه هذه الارض سوريه نحن عم نقول ارض لبنانيه بس وسيله بس خليني اقول لك نزيه متى زميلك ما انا رديت طلعت معه مداخله مع بس خليني اقول لك استاذ جورج لو سمحت انه مزارع شبع خارج ال 1701 والوثائق الموجوده لدى الامم المتحده تفيد بانها سوريه وثائق اللي مقدمتها سوريا ما عم بقول لك خرائط الانظف طب انا بس بدي الخلاصه اللي بدي اقولها النقطه بس عم بيقول انه خارج 1701 خليني اقول بس مزارع شبع خارج 1701 باعتبار الامم المتحده في دوله عم تدعي سياده عليها بموجب خرائط مقدمه لها ايه بس انتم موقفكم انه مزارع شبع هي داخل ال 1701 يا جماعه ما تردوا علينا روحوا ردوا على سوريا لا رديت عليه من قال انه غلط هذا حارجع اذكر فيه استاذ محمد بس 1701 بدي ارجع لك لعنده بس لحظه لو سمحت استاذ جورج التناقض اللي عم بيصير هو انه نزيه متى اوكي قصه الوثائق يلي تثبت بانها سوريه عم تقول حضرتك ايه لانه في وثائق سوريه انا عم بقول لك هلا ما في تناقض وعم بقول لك موقف بس قصه مزارع 1701 ان مزارع لبنانيه وهي ارض لبنانيه يجب اعلان لبنانيتها وحسم هذا الامر بشكل قاطع واعتماد الترسيم اللي منصوص عنه بالدستور ومنصوص عنه بقرار 318 تبع جورول اللي هو أعلن دولة لبنان الكبير وضم الأقضية الأربعة هي لمين كانت تابعة أيام الولاية العثمانية مزارع شبع قضاء حصبية وقت تضمي أنت قضاء حصبية قبل أو بعد أعطول هي لقضاء وقت تضمي قضاء حصبية يعني ضميتي كل ما هي كل خليني بس بدي أنا اللي كنت عم أقوله أنه نحن نطلع موضوع لما نحن متفقين انه هذه ارض لبنانيه وتعتبر جزء من السياده اللبنانيه ما ندخلها بالبازار السياسي اذا انا زعلان منك بقوس عليها اذا انت زعلتي مني بتقوسي على موضوع ثاني هذه تكون هي من المسلمات نقوس باشياء ثانيه بالموقف السياسي نقوس قد ما بدنا اكيد مش قصدك نحن دكتور محمد نحن مش عم ندخلها بالبازار السياسي بس بدك تطلب من اللي عم يستعملوها شماعه لاغراض اخرى ولمصامع اخرى هن يوقفوا استعمال موضوع مزارع خلينا نتفق على نقطة انه نخرجها من الموضوع النقطة الثانية اللي كمان لازم تكون واضحة كتير بيصير في مغالطات ومن نواب ومن مسؤولين والحقيقة نحن فوجئنا من مسؤولين كتير ناقشناهم من زمان انه في لغط قرار 425 اللي نحن بنعتبره الأساس بالنسبة لموضوع المزارع وموضوع كل الأراضي اللبنانية المحتلة بيقول ببند واحد رقم واحد يدعو إلى الاحترام الصارم لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا يطلب من إسرائيل أن توقف فورا عملها العسكري ضد سلامة الأراضي وأن تسحب فورا قواتها من الأراضي اللبنانية كافة يعني ما بيقول اللي احتلتها بال 78 هذا 78 بس خليني خليني أكمل لك نرجع نجي على القرار 1701 اللي عم تحكي عنه حضرتك بتاريخ لا أنا عم بحكي عن نزيه لا اللي استشهدت فيه بتاريخ 30/6/2007 قدم أمين عام الأمم المتحدة تقرير حول تطبيق الـ 1701 شو بيقول فيه بمتنه بيقول فيما يتعلق بمزارع شبعة تحديدا وافقت الحكومة السورية على الموقف اللبناني الذي يعتبر المزارع لبنانية ومكمل انه في خرائط يعني عم بتقول طيب ممكن لو سمحت مين عامل الامم المتحده اوكي بس خليني اسالك لو سمحت لو سمحت طب خليني بس وضح لي النقطه بعد ما اسمح لي مع شي وقت بدي اسالك ياخذ دقيقه واعطيني الباقيين اخذ ثلاث دقائق بدي جيب دكتور محمد هو موافق معك انه مزارع شبعه هي لبنانيه لا انا عم بحكي للمشاهدين والمستمعين فهماني بس عندي سؤال لك هلا الامم المتحده مش هي اللي بتحدد الحدود هيك اللي قلت لنا قلت لنا انه بصير في اتفاقيات بين الدول صح. وهذه الاتفاقيات ترسل الى الامم المتحده لتثبيت الحدود حضرتك انا عندي سؤال قال جورج رئيس قال بانه السوريين سوريا بعثت عام 67 وثيقه تقول فيها انه مزارع شبعه سوريه هيدي بتوافقوا عليها انا عم يعني بس لا بس في شغله لازم نوضحها بالنسبه لليوندوف
إسرائيل قالت، وتيري روت لارسن اللي هو خالف نظام الأمم المتحدة قال إنه هي أرض سورية، هو ما له حق يقول شو هي، ما شغلته. أرسلت خرائط سورية. لا لا عفوا. بس أنا عم بسألك، أرسلت سوريا خرائط بأنه قالت الخرائط اللي وقعوا عليها، قالت إسرائيل إنه تظهر فيها مزارع شبعة. عاملين خرائط عسكرية وهي منطقة جبلية ظهرت فيها مزارع شبعة، مقدمتها طبعا سوريا. بس اليوندف هو قال إنه هي موجودة ضمن نطاق عمل اليوندف. اليوندف لم يدس أرض مزارع شبعة. أنا من المنطقة بعرف وين اليوندف. نعم. مع أن يوندف في لبنان. نعم. يوندف إني في الجولان. الجولان. آخر نقطة وصلوها إلى مقلب الجبل بجبل الشيخ من ميلة سوريا. أوكي. ما أجوا لعنا. إذن هذه مغالطة تانية كمان نحن لأنه مقصرين الحكومة اللبنانية والدبلوماسية، هذا خلى الأمور تروح. بس أنا بدي أضيف نقطة كنت استشهد فيها وحرام لازم نحكي عنها نعطيها حقها سريعا لو سمحت. إيه؟ لأنه عم يخلص الوقت وأنا بعد عندي سؤال. مزارع شبعة. إيه؟ والقانون الدولي العام. الكتاب اللي عملته مريم طوس وصدر عن دار مختارات بلبنان سنة 2001 شو بتقول؟ إنه في هناك خريطة مرفقة باتفاق نيوكامب بولي سنة 23 كشفت عنها وزارة الخارجية الفرنسية في 26 نيسان سنة 2000 وقالت إنه اتفاق نيوكامب بولي والخريطة المرفقة هما أداتان أساسيتان لمسألة ترسيم الحدود. طيب. وأنا بالمناسبة ضد استخدام كلمة ترسيم حدود في تثبيت الحدود والانسحاب حتى الحدود الدولية لأنها مرسمة. طيب هلا شو بتقول؟ بتقول وتكمن أهميته، يعني أهمية هذا الاتفاق حتى ما نذكره كله مشان الوقت، هذا سنة 34 صار. إنه أهميته بالنسبة إلى مزارع شبع في أنه يظهر نقطة التقاء الحدود اللبنانية السورية الفلسطينية. ولكن أودع اتفاق ثاني لدى عصبة الأمم عام 34 يظهر بدوره مزارع شبعة. دكتور محمد بس نختصر لأنه خلص وقتنا وعم بيقولوا لي أنه لازم أختم بس لو سمحت. أنا سؤالي لك عم تقول أنه كل مواقف الأمم المتحدة وأمين عام الأمم المتحدة بتقول أنه مزارع شبعة لبنانية، مش بتقول، عم تحكي عن لسان لبنان. صار فيه صار فيه لغط بالتقرير اللي قدمه تيري رود لارسن كمبعوث لأمين عام الأمم المتحدة لكوفي أنان. بس اليوم شو المطلوب هلا سريعا؟ المطلوب تعطيني آخر 10 ثواني بس المطلوب من لبنان أن يرسل وثائق إلى الأمم المتحدة، أن يشكل هذه اللجنة للمتابعة. أوكي. وتروح على الأمم المتحدة تشوف ما هي النقاط الغامضة والمبهمة واللي فيها التباس بالأمم المتحدة وتقدم الوثائق وتقدم. هذا هو المطلوب من لبنان تماما. ما نجتهد نحن أنه بدنا من سوريا وبدنا نغير خريطة لو سمحت نشوف شو بدنا. وبما أنه الاتفاقيات الحدود بتصير بين البلدين المتنازعين علينا أن نتفق نحن والسوريين إذا كان هذا السبب. بس نحن عندنا وثائق عقارية. نعم. في حكم بلبنان بس ما لأنه هم أدمين وثيقة كمان في طابو من أيام العثمانية أوراق الطابو كان اسمها بمزارع شبع كانت بصيدا في طابو مش بالشام. لا وفي كمان بأيام الدولة اللبنانية في عندنا سندات تمليك موجودة حتشوفها سندات تمليك مسجلة في الدوائر العقارية لبنانية. بعتذر خلاص يلا في عندنا حكم دكتور بيعرف الأستاذ جورج انه بالقانون ما معقولة اذا بسوريا نتقاضى انا وياه بمسألة في لبنان سيدتي بين الأوقاف الإسلامية والدولة اللبنانية في حكم سنة 45. اوكي بدي اختم دكتور محمد عم بيقول انه في عقاريا في عنا عقارية لبنانية بدي اختم لك في ثابتتان ومتغير. الثابتتان أطمع إسرائيل وأطمع سوريا بلبنان. المتغير الذي نطمح أن يتغير إيجابا هو قدرة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية على الدفاع عن حقوقه ومن هذه الحقوق لبنانية مزارع شبع. شكرا لك أستاذ جورج عائس النائب عضو كتلة الجمهورية القوية. شكرا لك دكتور محمد حمدان رئيس هيئة أبناء العرقوب على هذه الحلقة الحلوة. منيح أن طلعنا متفقين على كتير أشياء بالآخر يعني هلأ في مسألة أنت كنت متوقع شكرا لك شكرا لك لا بس لا أنت ولا أنا في يمنها. شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء.